مساء الخير. مساء النور. منورنا يا استاذ سامر. ده نورك. قبل ما تعرفوا الاستاذ سامر يبقى مين وبيعمل ايه وجاي ليه معانا، بفكركم انكم انتوا بتشوفوا برنامج ابني ومفتاحه. النهارده هنتكلم عن دور مهم جدا 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 ورئيسي جدا جدا في حياه ولادنا، وهو دور الاب والمنظومه كلها دي كده بتاعه الابوه. بشجع اللي بيسمع دلوقتي، لو انت ماما اسمعي طبعا الحلقات لانها فيها حاجات تهمك جدا، مهمه جدا تعرفيها وتعمليها مع اولادك كمان. لكن كمان بشجعك ان لازم جوزك يشوف الحلقه دي، ويا ريت كمان تشاركيها لباقي اصحابك، لان هنتكلم كلام شديد ومتين جدا. شديد يعني مش صعب وغلط، بس اقصد كلام مهم جدا 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 ليكم تسمعوه. استاذ تامر، عايزه اتعرف بيك اكتر وتقولي بتعمل ايه وبتحب ايه انت كمان وبتعمله من كام سنه وكده. انا اسمي تامر اسحاق. انا بحب قوي ان انا اساعد الناس، فاتخرجت في كليه العلوم وبعد كده اشتغلت في الادويه فتره طويله من حياتي، بس كانت محبتي ان انا اساعد الناس موجوده جوه قلبي، وكنت بحاول اساعدهم بصوره تطوعيه. وبعدين قررت ان انا اسيب صناعه الدواء واتجه الى ان انا اساعد الناس كفول تايم، فابتديت اذاكر مانجمنت، فعملت ماجستير في اداره الاعمال، وذاكرت حاجه اسمها كوتشنج، فعملت دبلومه في الكارير كوتشنج. الكوتشنج هو العلم اللي بيساعد الناس ان هي ترد على بعض الاسئله المفتاحيه، زي انا مين، المفروض اعمل ايه في حياتي، المفروض اعمله ازاي، وله تخصصات كتيره من ضمنها الكارير كوتشنج او البيرنتنج، ازاي ابقى اب احسن. في انواع تانية ليها دعوه بالقياده اللي احنا بنسميها الليدرشيب كوتشنج، ازاي ابقى انتربرينور او رائد اعمال. ففي انواع مختلفه من الكوتشنج. انا بشتغل في اربع انواع منهم: الكارير والليدرشيب او القياده، الجزء بتاع البيرنتنج، واخر جزء اللي هو ازاي اكون رائد اعمال ويبقى عندي بزنس ناجح. بعمل ده از فول تايم، مستمتع جدا باللي انا بعمله، وعشان انا بستمتع بوجودي مع الناس وان انا اساعد الناس. ده موضوع كبير قوي، ده موضوع كبير قوي وضخم كده. طيب استاذ تامر، حضرتك مهتم جدا بموضوع الابوه. واحدة من الحاجات المهمة قوي. يعني رحت سافرت بره البلد علشان تاخد حاجة في الموضوع ده حقيقة؟ صح كده؟ مظبوط. ايه رحت يعني عملت ايه؟ يعني درست الموضوع ده ليه في الأول؟ قولي ودرست ايه؟ النهاردة عشان أي مجتمع يتقدم لازم نبتدي نبني فرد سليم. والفرد السليم أو الفرد اللي بينمو نمو متكامل، عشان يتبني أول جزء بيتبني فيه هو البيت. والفرد ده عشان يتبني بيعدي بمراحل في بنائه، فبيبقى فيه مجموعة من الناس اللي بتأثر في حياته عشان توصله إلى النمو المتكامل او الويل بينج اللي احنا بنتكلم عليه. المراحل المختلفة اللي بيعدي فيها اي شخص وهو في مراحل النمو نقدر نقسمها لاربع مراحل رئيسية: المرحلة من صفر لسن الست سنين، وبعدين المرحلة من سن 7 سنين ل 12 سنة، من 12 ل 18، وبعدين مرحلة من 18 ل 21. في مجموعة من الناس اللي بتأثر في شخصية كل واحد وبتكون شخصيته في المراحل المختلفة دي. فمن سن 0 لـ 6 دي اللاعب الأساسي في فريق التأثير في الأطفال هو الأم. فالأم بتاخد الدور الأساسي أو الدور البطولة في المرحلة دي، وبتساعد الطفل إن هو يبني حاجات زي الثقة، زي إن هو يبقى عنده الأوتونومي أو القدرة على اتخاذ القرار من جواه. بعد كده بننقل على مرحلة تانية بيبقى ليها دور الأب، هو رمز البطل وهو البطل في فريق العمل اللي بيأثر في حياة الأطفال. والمرحلة دي بتبقى من سن 7 سنين لـ 12 سنة، والاب فيها بيعمل حاجات كتيره، زي مثلا ان هو بيعلم الطفل ازاي يقول ايه الصح وايه الغلط وبناء عليه يعرف يختار. ان هو بيعلم الطفل او بيرسخ فيه الايدنتيتي بتاعته او الهويه او الصوره اللي هو يشوف نفسه بيها وقيمته بتبقى عامله ازاي. بيرسخ كمان حاجه زي اكتشاف المواهب عند الطفل، ازاي اكتشف مواهب ابني.
بيرسخ حاجة كمان. احنا قلنا بيكتشف الموهبة، ان هو بيحسسه بالهوية، ان هو بيعلمه الصح من الغلط، وكمان بيحسسه بالأمان. فدول أربع حاجات رئيسية لما بيبتدي يحصل فيهم خلل في حياة الطفل. ده الموضوع بقى كبير، في مراحل تانية غير اللي حضرتك قلتها دي لازم يمر بيها الطفل عشان ينمو يعني؟ في مرحلتين كمان، المرحلة اللي هي من سن 12 ل 18 سنة، ودي مرحلة بيبقى البطل فيها هو الأقران الأصدقاء. ودي مرحلة بتتكون فيها أو بتظهر فيها السمات القيادية بتاعت الشخص، إزاي بيختار الأصدقاء بتوعه، إزاي يميز أو يبقى عنده زي ما بيقول الحدس أو الانتويشن، إن هو يفهم الشخصيات اللي حواليه كويس. وبيبقى فيها الأصدقاء هم البطل وهم اللي بيأثروا. ودي بيبقى فيها الدور بتاع الأب بيتراجع ودور الأم بيبتدي يتراجع برضو. بعد كده لو العلاقة ما بين الطفل وباباه كويسة، بيرجع تاني الأب إلى المشهد من سن 18 ل 21 سنة، ودي المرحلة اللي الشخص فيها بيبتدي يختار الصداقات والاتجاهات الرئيسية اللي هو بيروح فيها. بيبقى محتاج مساعدة ان انا اكتشف شغلي، اكتشف انا هروح فين في الحياة. فبيرجع تاني الاب لو علاقته كويسة مع الاطفال، يرجع تاني الى دور البطولة. فانا كاب او احنا كعيلة محتاجين نفكر ازاي بيحصل التأثير في كل مرحلة، وازاي كل مجموعة بتأثر. مش بس كده، في أبعاد تانية عشان تكون الشخصية اللي بتنمو نمو متكامل. يعني في بحث اتعمل لواحد مشهور جدا اسمه سيلجمان، مارتن سيلجمان، وده بيعتبروه هو الأب للبوزيتيف سايكولوجي أو علم النفس المبني على التفاؤل والإيجابية. سيلجمان عمل البحث بتاعه لقى إنه الشخصية اللي بتنمو نمو متكامل عندها خمس أبعاد. البعد الأولاني إن هو بيبقى عنده دايماً مشاعر إيجابية، وده له علاقة بالماضي بتاعه، له علاقة بالمستقبل بتاعه، له علاقة بالحاضر بتاعه. البعد التاني إنه الشخصية دي بتبقى عندها حاجات بتستمتع بيها، فهي engaged في حاجات، والحاجات دي هي بتحبها وبتعرف تستمتع بيها، وزي ما بيقولوا كده إيه، أنا بنسى نفسي لما أعملها. الحاجة الثالثة انه يبقى عنده علاقات، والعلاقات دي مش بس مع اصدقاء، لكن علاقاته في الاسرة مع بابا ومع ماما مع اخواتي، علاقاته في مع اصحابه، علاقاته في المدرسة، علاقاته مع الرموز اللي بتمثل دور القدوة في حياته زي المدرسين زي المدربين. فالعلاقات دي ازاي تكون عنده علاقات ايجابية في حياته. حاجة كمان، ازاي يبقى حاسس ان هو له معنى، حياتي ليها معنى، أنا شخصية مؤثرة، يعني وجودي في الحياة له معنى. آخر بعد في الشخصية المتكاملة اللي كل أب وكل أم لازم يفكر فيها، هو بعد الإنجازات. إزاي يبقى عندي إنجازات وحس بأن أنا شخصية منجزة في الحياة. فإحنا كأب وكأم في حاجتين دايماً بنلعب عليهم، مين الشخص اللي بيلعب، وإيه الحاجات اللي بيبنيها أو المهم إن هي تتبني في المراحل المختلفة للنمو بتاعة الطفل. طيب أنا عايزة أمسك واحدة واحدة من الخمسة دول اللي قلتهم وتفهمهاني بالراحة خالص، مفروض يحصل فيها إيه وبتأثر ليه والكلام ده. أول واحدة بقى، خليني أول أبتدي بالبحث نفسه اللي اتعمل. البحث لما اتعمل، سيلجمان ابتدى يقول كان هو مهتم بفكرة السعادة ومين الناس اللي بتبقى أسعد في الحياة. فابتدى يعمل بحث وقارن مجموعتين من الناس، الدينيين واللادينيين. لما ابتدى يقارن ما بين الدينيين واللادينيين، اكتشف انه المجموعات الدينية بتعيش اطول، بتبقى اغنى، وبتبقى عندها امراض اقل. فابتدى يبحث في الموضوع، هو ليه المجموعات اللي ليها علاقة بربنا بيبقى عندهم الثلاث حاجات دول اكتر من الناس التانية. فاكتشف انه بيبقى عندهم حاجة اسمها المشاعر الايجابية. والمشاعر الايجابية ليها علاقة بثلاث حاجات، انا شايف الماضي ازاي وبتعامل معاه ازاي، انا باصص للمستقبل ازاي، وبناء عليه تعاملاتي مع الحاضر دلوقتي عاملة ازاي. فلقى انه الدينيين عندهم حاجة بالنسبة للماضي مفتاح اسمه الغفران او التسامح. ان انا ببتدي اغفر وأسامح للناس اللي أساءت إلي، عندي رضا، عندي ذكريات جميلة.
فبيبقى دوري كأب ان انا ابني الذكريات الايجابية ديت في حياة اولادي. بتحصل ازاي الذكريات الايجابية؟ هنتخيل مثلا ان احنا داخلين على فترة اعياد، وليكن مثلا ان احنا داخلين على شهر رمضان او داخلين على حاجة زي عيد الميلاد. عيد والاعياد دي بتبقى مرتبطة بالزينة، يعني إن كنا مثلا بنتكلم على رمضان فاحنا بنعمل زينة رمضان، او مثلا لو اسرة مسيحية داخلة على الكريسماس فبتجيب شجرة وتعمل بابا نويل. مثلا ان انا اخلق ذكريات ايجابية ان انا اخد وقت لتزيين شجرة الميلاد او اعمل زينة رمضان واعمل فانوس مع اولادي. فتبتدي تبقى جواهم شخصية، حاجة بتقول انه بابا وماما بيقضوا وقت معانا، فبابا وماما بيحبونا واحنا مبسوطين واحنا بنعمل الحاجة دي. حاجة تانية مثلا تبني المشاعر الايجابية زي كلمات التشجيع، انه بابا بيشجعني، انه بابا بيدافع عني، انه لما اتعرضت مثلا لحد في المدرسة او في النادي انه حد ضايقني انه بابا جه وقف جنبي او ماما جت وقف يعني جنبي، بابا الهيرو بتاعي بالظبط كده. فبيبتدي يبني مشاعر ايجابية ان انا اخد ابني او بنتي واطلع بيهم مثلا سفرية 3 ايام. 3 ايام دول احنا بنعمل فيهم ايه؟ احنا بنقعد مع بعض، بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنلعب مع بعض، نطلع معسكر مع بعض. ففي معسكرات دلوقتي ابتدت تنتشر اسمها بابا والطفل. فبطلع معسكر كل الغرض من المعسكر ان انا العب مع ابني، ان احنا ننافس مع ابهات تانيين، ان احنا نعمل انشطة مع بعض ونقعد نفتكر الانشطة دي مع بعض. اعمل حاجات تانية مثلا زي ان انا اخده ونخرج خروجة مميزة. فمثلا اخد بنتي وتلبس فستان جميل وانا البس بدلة ونروح نخرج في حتة حلوة. مش لازم الحتة دي تكون غالية، لكن المهم انه الولد او البنت هذا طالع معاك مخصوص انت ومرتب القعدة دي مخصوص بالظبط كده. فتبتدي تتبني المشاعر الايجابية والذكريات الايجابية اللي هتبقى ذخيرة للطفل دوت بعد كده في المستقبل. حلو جدا. حاجة تانية بتبني الجزء بتاع المشاعر الإيجابية إنه نظرتي للمستقبل. ناس كتير قوي بتتعامل مع المستقبل من خلال منظور الخوف. والخوف بيخلي الناس مشلولة التفكير. ليه؟ لأن أنا قلقان من بكرة، قلقان من بكرة، قلقان من بكرة. لما سيلجمان عمل البحث بتاعه اكتشف إنه الدينيين أو الناس اللي عندهم علاقة بربنا ما عندهمش الإحساس ده. ليه؟ لأن هم حاسين كأن ربنا ضامن بكرة وهو صالح، وبناء عليه هم حاسين أنه المستقبل مضمون في إيدين ربنا. مش بس كده، عندهم كمان أمل ورجاء أنه صلاح الله هيخليه يعمل لي كل ما هو جيد. فهو مش قلقان من بكرة، لكن باصص لبكرة بصة مليانة تفاؤل ومليانة رجاء. وده بيبقى معتمد على إيمانه الشخصي بصلاح ربنا، إنه ربنا صالح وأنا مؤمن في صلاحه وإن كل حاجة حلوة هتيجي من خلال ربنا. فمنظور الإيمان ومنظور الرجاء دوت لما بيتزنع في الطفل بيبقى حاسس إنه بكرة مضمون. تمام. فما بيبقاش قلقان، ما بيبقاش قلقان مثلا لما يكبر هترفض من الشغل ولا هكمل. ليه؟ لان هو بيقول هترفض او هكمل ربنا مخلي باله مني. ما يبقاش قلقان على ولاده. ليه؟ لان هو بيقول انه ربنا هو اللي بيحميهم وبيحفظهم. ما يبقاش قلقان على ممتلكاته او فلوسه او اي حاجه. ليه؟ لان هو مش قاضي كل عمره يحوش 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 في الفلوس، لانه عنده الحته دي ان ربنا هيعولنا او مش عارفه ايه والكلام ده كده. فبيبقى عنده بعد، البعد ده مش موجود عند الآخرين. فازاي أنا كأب أبتدي أبني الإيمان دوت في حياة ابني والتصديق ده في حياة ابني، وأقوله أنه أكلمه دايما بصورة تبقى متفائلة أنه بكرة لأ في أمل، في رجاء، بكرة دايما أحسن من النهاردة، ودوت حيجي لما النهاردة نشتغل. فبيتطرق إلى الجزء الثالث أنه إزاي إحنا النهاردة بنشتغل وبنفكر في النهاردة بصورة إيجابية. فإحنا عايشين دلوقتي وعايشين هنا وبنعمل الدور اللي علينا. فأنا النهاردة مثلا هلعب رياضة، مش مهم إن كنت هكسب ولا هخسر، لأنه دوت مضمون إنه دايما هيبقى في صالحي. لكن دلوقتي المهم إن أنا أبذل أقصى مجهود عشان أعمل أحسن نتيجة أنا أقدر أعملها. إن أنا لما بذاكر انا مش خايف من ان انا اسقط او انا قلقان ابقى رقم 2، لا احنا بنعمل اللي علينا، كل المجهود اللي علينا احنا بنعمله. فانا عايش دلوقتي مش في مشاعر الخوف والقلق اللي جايه من المستقبل،
او مش عايش في المشاعر السلبيه اللي جايه من الماضي، ان انا مجروح وتعبان وحاسس ان انا اقل من الناس او حاسس ان انا مظلوم. فبتبقى الحاله الايجابيه ديت بتخلق نوع من انواع المشاعر اللي بتخلي الطفل دوت ينمو بصوره سليمه. سيلجمان في البحث بتاعه تطرق اكتر ان هو بعد ما عمل البحث على الناس الدينيين او الناس اللي ليهم علاقه بربنا واللادينيين، قال عمل البحث بالمقارنه ما بين الراهبات. وليه اختار الراهبات؟ لانه الراهبات كلهم دينيين، وبعدين عندهم شويه حاجات ثابته زي ان هم بياكلوا زي بعض، بيلبسوا زي بعض، بيعيشوا في مكان واحد. فكل العوامل اللي ممكن تكون بتاثر من البيئه الخارجيه تقريبا ثابته. لكن ابتدى يقول مين الراهبات اللي بتعيش اطول او اللي مرضت اقل، فلقى انه دايما الراهبات اللي بيتمتعوا بالامل وبيكلموا عن بكره بصوره فيها امل، واللي ابتدوا يغفروا للماضي او عندهم ذكريات جميله من الماضي، عاشوا اطول، صحتهم كانت احسن. فعشان كده بنقول انه لو انا عايز ابني طفلي ويكون شخصيه في عندها النمو الكامل وعنده الويل بينج او صحيح، محتاج ان انا ابتدي اغرس فيه البوزيتيف ايموشنز او البوزيتيف فيلينجز، ودوت انا ببتدي ابنيه معاه خطوه بخطوه. ده جميل جدا جدا جدا. حضرتك كده كنت بتقول، علشان احنا هنخلص الحلقه دي وهناخد في الحلقه اللي جايه مرحله تاني، اني مهم جدا ان انا ابني مشاعر ايجابيه عند ابني، ودي بتحصل في ثلاث حاجات: ان يبقى عنده ذكريات كويسه ابنيها معاه، وزي ما قلت امثله رمضان او الكريسماس او كده، او نروح ناخد لفه كده مع بعض في مكان ونفسح. الحاجه الثانيه كلامي عن المستقبل وايماني بان المستقبل شكله ايه وعلاقتي بالله شكلها عامله ايه، فبتضمن شكل المستقبل. الحاجه الثالثه ان الاثنين دول غالبا يعني بيخلوا الحاضر بتاعي جميل، اني بعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل وعندي رجاء، لاني بسامح الناس وبحب الناس وحب الخير للناس. فحضرتك قلت ان دي الثلاث حاجات دول تركيز الاب عليهم بيبني مشاعر ايجابيه جدا عند الطفل، صح؟ صح. احب اختم بحاجه اخيره بتساعد قوي الطفل ان هو يبقى عنده المشاعر الايجابيه، ان انا ازاي ااكد له دايما ان انت محبوب ومقبول. ودي ونقل الحب للطفل بتختلف من طفل لطفل. ففي طفل بيفهم قوي اللغه بتاعه التلامس، ان هو يتحضن ويتطبطب عليه. في طفل تاني بيبقى مؤمن بكلام التشجيع، فانا محتاج ان انا اقول له كلام تشجيع حقيقي، مش كلام تشجيع وخلاص. لا، لما الطفل ده يبقى بينجز حاجه او بيعمل حاجه مظبوطه، مثلا بيرسم كويس، بيغني كويس، بيلعب رياضه كويس، بيحل مشاكل، طفل منظم، ابتدي اشجعه على الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها، الحاجات الحقيقيه اللي بيعملها، حاجات حقيقيه. ان انا اقضي وقت معاه، ان انا اعمل له خدمات من الخدمات الصغيره، ان انا اقضي وقت فيه كواليتي تايم مع ابني. فدي بتفرق عند الطفل وبتحسسه دايما ان هو محبوب، مقبول، وعايزينه، متشجع، احنا عاوزينك، انت موجود في وسطينا. ودي الحاجه اللي انا احب اختم بيها الجزئيه دي. لو عايز تبني شخصيه قول لهم هنا متكامله، بص هنا، لو عايز تبني شخصيه ابنك المتكامله لازم تبني عنده المشاعر الإيجابية. بتعملها إزاي؟ واحد، إن أنت بتبني معاه ذكريات حلوة. اتنين، إن أنت بتشجعه طول الوقت على الحاجات اللي هو بيعملها. تلاتة، بتبني فيه الأمل والرجاء إنه بكرة مضمون في إيدين ربنا، فيبقى عنده الإيمان إنه بكرة مضمون في إيدين ربنا، فدايما يبقى عايش في المشاعر الإيجابية اللي هتساعده إن هو ينمو نمو متكامل. طيب انا حبيت الموضوع ده قوي، حضرتك بتقول كلام كمان عملي وحاجات ممكن نعملها مع عيالنا، فشكرا ليك قوي. هتكمل معايا بعد اذنك الحلقات اللي جايه في باقي المراحل اللي انا مفروض اعملها مع ابني علشان اخلي ابني بني ادم كويس كده وسوي وحلو. ماشي ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا ليك. شكرا.